لميا بتتسبب في وفاة سمير وتعالوا النهارده نتكلم عن بعض التسريبات اللي هتحصل في احداث الحلقات الجايه من مسلسل كريستال اللي مش عايز يحرق علي نفسه الاحداث يقدر يخرج عادي جدا من الفيديو تعالوا النهارده نشوف اللي هيحصل في احداث حلقات الاسبوع الجاي ده علي طول ، في البدايه لميا بيكون معاها الدليل علي حمل ورد وجابته من عاليه من الخزنه اللي موجوده معاها كانت محتفظه بيه كمان كان معاها الصور بتاعت رفيف وتامر وهما بيبوسوا بعض وبعد كده هتروح لسمير علشان تواجهه بكل الحقائق دي لكن ده هيكون بعد خطبة في وجواد لان لم يخططها ان هي تروح بالفعل وتخطب في لجواد وهتروح وهتخطبها وكل ده من ضمن خطتها هي وعليا لكن في نفس الوقت هتروح تسأل على سمير علشان تقوله على كل حاجة وتقول له ان هو مقدرش اصلا ان هو يربي بناته وانه بناته فلتانين وهتوري له كمان تحليل الحمل بتاع ورد وتقوله ان ورد كانت حامل بالفعل من تامر خبوا عليك وكمان هتوري له الصور بتاعت رفيف وتامر ان هم على علاقه ببعض بيبوسوا بعض سمير هيكون طبعا تعبان جدا اول ما يسمع كده وهيمسك قلبه مش هيكون مستحمل اول ما هيشوف رفيف واقفه هيروح ويضربها وينهال عليها بالضرب وفي نفس الوقت كان جواد موجود اصلا في المكان هو وتامر والبنات كلهم كانوا موجودين سمير لما انهال على رفيف بالضرب حاول جواد ان هو يدافع عنها ويمسك سمير ويحاول يهدي فبيزقه سمير واقع ومسك قلبه ومات في الحال في هتفضل عايشه على اساس ان جواد هو اللي قتل ابوها وانه ما كانش بيستحمل اصلا وعنده القلب وان هو اللي اذاه وده لحد خلي في بعد كده تسيب جواد بعد فتره بسيطه جدا من خطوبتهم هتسيبه بالفعل وهيفضل وراها ويقول ان هو هو ما كانش قصده يقتله وانه اصلا ما قتلوش لانه عمل اسعافات اوليه وحاول بقدر الامكان ان هو يخليه يعيش لكن للاسف قدر ربنا ومات سمير طبعا في ما تعرفش موضوع عاليه ولميه وبتبدا ان هي تهرب من جواد واوس بيكون جنبها وباسل كمان وبتكون في حاله حزن شديده جدا في بيت سمير لكن جواد بيفضل ماشي ورا في وبيفضل عايز يرجع لها ويقول لها ان هو معاها مش هيسيبها مهما حصل والمفاجاه القويه حتكون لما ندى كانت موجوده مع في وفاي بتحكي لها عن جواد وعن ان هو دايما يعني عايز يكون معاه وهي مش قادرة تبص حتى في وشه علشان ما تضعفش وترجع له من حبها ليه رحاب هتيجي وتقول ان ست عالية عايزة ندى عشان تقدم حاجة للضيوف اما بالنسبة للضيفة اللي موجودة عند عالية فهي لميا كان قاعدين بيتكلموا في الموضوع ولميا كانت خايفة ان جواد يعرف ان هي سبب في موت سمير وان هي ما كانتش تعرف ان عنده القلب وان هي راحت وصرفت التصرف ده وما حسبتش ابدا حساب ان راجل ممكن يموت فيها وان بس خايفه من ان جواد يعرف ويرجع تاني يزعل منها اثناء كلام عاليه ولميا في الموضوع وعاليه كانت بتحاول ان هي تهدي لميا كانت في هي اللي راحت علشان تشوف الضيفه اللي موجوده عند عليا وتقدم لها حاجه يعني بما ان ندى ما كانتش فاضيه وكانت تعبانه شويه فراحت فيا علشان خاطر تقدم حاجه للضيفه وبتسمع الحوار اللي بين عاليه ولميا عن قصة عن قصه مقتل سمير وإن لم وعلي يعني هما السبب وهما اللي وروله الصور بتاعة رفيف وتامر وتحليل الحمل بتاع ورد لكن ما كانوش يحسبوا إن هو تعبان وعنده القلب وإنه ممكن يموت في الحال صدمة قوية جدا لفي بعد معرفتها الحقيقة قبل كده بس كان طلب منها الجواز ورفضت طبعا وحاولت إن هي تخرج من الموضوع ده لأنها بتحب جواد لكن بعد كده وفي نفس اليوم اللي بتسمع فيه المفاجآت الصدمة دي هتطلع لباسل وتقول إن هي موافقة على الجواز منه وهياخدها ويروحوا ويكتبوا كتابهم من ورا عالية بالفعل هتاخدوا في ويتجوزوا وهيكون بعد أسبوع بس من وفاة أبوها وهتبعت رسايل لإخواتها في المقابر وتقول لهم إن هي اتجوزت وهيفكروا إن هي اتجوزت من جواد وهتكون صدمة قوية جدا وهيروحوا لها في المكان اللي بتتجوز فيه وهيلاقوها مع باسل وجواد كمان هيكون هناك وهيكون مصدوم وهيفضل يزعق ويعمل مشاكل وفي بتتجوز من باسل وتروع على البيت معاه وعالية بتزعق لفي لانها اخدت باسل وبتقول لها روحي على الملحق بتاعك لكن ساعتها قالت ان ده بيتها ومش هتمشي منه وجرت مفاجاه عليا صدمه لما عرفت ان باسل وفي اتجوزوا هتنهار تماما وهتتجنن وطبعا هتقول لباسل ان هو يطلق في وان هي ضحكت عليه لكن باسل هيكون طول الوقت مع في وبيدعمها وبيقول لعليا ان هو بيحب في وهيفضل معاها وهيعيشوا الثلاثه مع بعض في نفس القصر وطبعا في هتنتقم من عاليه كويس جدا وهتحاول ان هي تتدخل في كل حاجه تخص القصر وده اللي هيخلي عاليه متغاظه جدا جدا وكمان فهي هتحاول تعمل مشغل لوحدها يكون ليه علامه خاصه بيها وهتتغير شخصيتها تماما ومفاجات قويه جدا هنشوفها من خلال احداث مسلسل كريستال ودلوقتي انا حرقت لكم كام حدث ويا رب الفيديو يكون نال اعجابكم واشتركوا في القناه باي باي